شفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. كل سنة وانتم طيبين. مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام يوم الاربع اللي بعد اللي جاي اللي هو يوم 24، فحبينا بس ايه نعمل ونجيب حلاوة انا بعشق دايما الطقوس القديمة بتاعت زمان الحلوة، عروسة المولد والحصان والمركب، الحاجات الطقوس اللي هي قديمة جميلة اللي احنا عملنا زي في نص رمضان، كان بيبقى صاج ومعمول بإزاز وبتربط بفتلة كده فوق، كان ليه معنى وجمال. النهاردة بيعملوا حلاوة المولد والحاجات دي كلها معمولة بلاستيك ومش عارف ايه ومدرك ايه، احنا عايزين الطبيعة القديمة بتاعت زمان. فاكر حلاوة المولد دي يا عم؟ فاكر العروسة دي يا عم محمد؟ يا فين عم محمد؟ انت ما كنت شفت الفيلم بتاع شم الخوف؟ طيب انت فاكر العروسة دي؟ ده انت دارس اهو. صباح الفل. عندنا النهاردة اول حلقة، ده المخرج مذاكر قوي وقال الحمام واللي اتقطعت رقبتها تقريبا كان هو ايامها كان ممثل بدل محمود مرسي. عندي فراخ بني. فراخ بني بقى يعني انا عايز اقول على الفراخ البني الصح بمرض الله اللي انا اكلها واستطعمها غير اي بنات بتعمل. الفراخ البني الصح الجميلة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. الصح الجميلة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. تعالوا نشوف هنقول ما نشوف ما قدرها دلوقتي الاول وبعدين نشوف هنعملها ازاي وهنقول ايه. وانا كنت عايز اعملها بطريقة جميلة بس هو ده فرضت عليا حاجة قالت لي هو ده اللي عندنا ما كانش عاجبك شوف حد يجيب لك حاجة تانية. فانا طبعا حاجة من الاتنين يا تعجبني يا تعجبني. طيب يبقى هنا حضراتكم اي حاجة فيها سلمونيلا ان انا لازم البس لها الجوانتي عشان هشتغل فيها كتير ولازم البس لها جوانتي. ايه هي السلمونيلا ديت؟ اللي هي بتبقى من الجلد بتاع الفراخ. اي حاجة بتبقى فيها هاند ميد كتير بيبقى نحاول نبعد عنها ايدينا ونشتغل صح. السكاكين بتاعتي بدأت تنقرض من هنا يا جماعة، كل شوية وشوية عن سكينة عن سكينة لغاية ما نيجي في الاخر مش هنلاقي سكاكين خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا هنجيب دي كده اهو ونعمل دي كده اهو. توني صباح الفل يا توني. كده عندنا سكينة اسمها وبنقول عليها رجل غراب اللي هي بوز غراب او رجل غراب زي ما انتوا بتقولوا كده. نخلي بيها وبعدين بيقول لي انت هتطلع عنينا في حتة الفرخة اللي هتعملها لنا. لا ممكن تجيبها جاهزة انت مخلية من عند الفراغي يجيبها لك مخليه عشان عارف ان انت بتحبش تهين نفسك في الشغل. ده عم محمد اللهم صل على ايه دي. انا عندي رجاله هنا ما شاء الله دكوره عايزه تشتغل وعايزه تشقى اهي. عندي مقدرنا هنقول ورق دجاج، عندي بيض ولبن ودقيق بقسماط بصل بودر ثوم بودر مستردة اعشاب زيت عباد الشمس كريستال. هنقدمها مع بطاطس. اهم شيء عندنا كده العظم بشيله اهو. صلي على النبي. خلي بالكو احنا النهاردة بنعمل الفراخ البانيه من الوراك اللي هي ليها طعم جامد جدا حلو قوي بتختلف تماما عن طعم العادي اللي هو في البنيهات العادية.
اي حاجة، اي لحمة تبقى جنب العظم بيبقى ليها طعم، يبقى ليها ايه طعم. طب يا سيد محمد، لو احنا خلينا كده الفراخ بتاعتنا بالحلاوة دي هنعمل ايه تاني بعد كده؟ بسم الله عليك، والله انت فعلا اهو هنكنوك على جنب اهو، انت جبت الصح بيني وبينك يعني. حركتني لسه كنت هرميه رحت زنقني. طيب كده هنا نشوف برضو هنكمل ازاي البانيه. كده ادي كده اهو. ليه بقى؟ عشان اطمئن بالجلد بتاعها يا جماعة، ألذ حاجة الجلد هيديني طعم جميل ويبقى كريسبي زي الفراخ المقرمشة اللي احنا بنعملها دايما بتبقى بالجلد بتاعها. اهي صلي على حضرة النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طيب كده احنا تممنا وتأكدنا ان كل حاجة زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي بولة اهي، شوية شطة صغيرين حسب الرغبة، شوية توم باودر، شوية بصل باودر، شوية مس طردة، حبة ملح، حبة فلفل، تمام كله كده. لو حبة زعتر بقى او اعشاب هتبقى معايا الدنيا زي الفل. اهو يا عم يحيى، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيف، ايه الحلاوه دي؟ حلاوتك يا جمال، دي حلاوه المولد. حلاوه المولد، الف مبروك يا باشا على الجائزه الكويسه اللي انت خدتها دي. الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك في سعادتك. انا هعمل معاك ثلاث تحاور بقى النهارده، اقول لك نكته وتقول لي اكله ونخلص الموضوع. يلا خش عليا يا باشا. حبيب الغالي، نهارك ابيض. عايزين الاول الشاورما اللي هي الدجاج دي تتعمل ازاي؟ نعم؟ الشاورما الدجاج. اه. وعايزين بقى تهنئه بقى ابني الدكتور كمال، تدعي له كده وربنا يكرمه يا باشا. طب انا عايز اعرف فين النكته. النكته بيقول لك واحده بتقول لجوزها قوم يا راجل الميه غليت، اما عيط قال لها حتى الميه غليت. حلوه حلوه. لا جميله جميله جميله، صباح الهنا عليك. ده الصباح الحلو، خلي الناس تضحك. طيب ماشي. ست ام احمد. ايوه السلام عليكم. صباح الهنا عليك يا ست ام احمد. صباح النور، ازيك يا شيخ؟ نهارك ابيض. عامل ايه حضرتك؟ في نعمه يا بنتي. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي تأمريني سعادتك. الامر لله. انا اعرف ان الورق دي طبعا بتتعمل بيها شيش طاووق. ليه يا فندم؟ شيش طاووق. اه. فهل دي زيها يعني كده مثلا بطريقتها برضو ولا ايه؟ لا 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 لا، دي بانيه زي ما بنعمل اسكلوب بالبانيه والفراخ البانيه. دي بنعملها شكل جديد طبعا بفكر بطعم جديد، حاجه جميله جدا هتعجب حضرتك
جدا جدا نجرب يعني احنا نجرب العلم بالشيء ولا الجهل بيه يعني انا لما اجرب حاجه احسن لي بدل براكن على طول على حاجه كده هنا عندي هنا ادي البيض كده شويه ام ياسين ازيك يا شيف صباح الخير عليك يا ست ام ياسين صباح الخير يا شيف نهارك ابيض انا بحب حضرتك جدا جدا وبحب كل اكلاتك صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم انا كنت عايزه اهني حضرتك على الجائزه الاول الله يبارك في سعادتك ده بيكوا والله يعني كل يعني ربنا يكرمنا باي حاجه حلوه بيكوا انتوا تاني حاجه كنت عايزه اسال على سلطه الكولوسلو من عين يا فندم حاجه تانية سعادتك لا ميرسي يا شيف تحت امرك عايزه اهني ياسين ابني على عيد ميلاده بس نعم كنت عايزه اهني ياسين ابني على عيد ميلاده كل سنه وهو طيب عقبال 100 سنه وهو مع حضرتك يا فندم اشكرك يا ست الكل شكرا ليكي كده هنا بقول ياسين كل سنة وانت طيب بعيد ميلادك يا حبيبي وقبال 100 سنة وانت مع ماما وبابا طيب الباشا قال لي على الشركة الشاورما اللي هو قال النكتة الجميلة ده الشاورما عندي هاتها له على الشاشة لو سمحتي كده هنا اهو عايزين نعرف بقى الفرق ما بين الفراخ اللي هي البريست اللي هو التشيكن بريست يعني انا شخصيا ما بحبش صدور الفراخ في الاكل بحس ان هي سهله انا عايز حاجه تبقى صعب شويه في الاكل يعني ما بحبش اكل لقمه طريه محمد بيقول لك انا عايز الاكل العيش يطلع من الفرن سخن واكله لكن عايز عيش ناشف بايت محمص مقرمش كده افضل اقرقش فيه واخد ودي معاه كده يا عم محمد ازيك يا شيف سلام عليكم يا عم محمد وعليكم السلام ازاي حضرتك صباح الفل على عيونك يا جميل الف مبروك الاول على الجائزه الله يبارك لك يا حبيبي في تقدم ان شاء الله وانتم معايا يا حبيبي بيكو الله يخليك يا شيف اتفضل انا بعد اذن حضرتك كنت عايز اقدم بس تهنئه لاولادي علشان جابوا درجات ممتازه في اللهم صل على النبي اللهم ربنا يحفظهم لك اسمائهم ايه يا حبيبي زياد وميار اللهم صل على النبي يا زياد يا ميار احمد وعمر مين زياد وميار وملك واحمد وعمر خمسه خمسه في عين العدو الله اكبر الله اكبر ربنا يكرمك الله اكبر الله اكبر الله يخليك ربنا يخليهم لك دايما في التفوق كده في الامام ودايما يشرفوك كده يا رب والله ربنا يخليهم لك يا ابني ربنا يخليهم لك يحفظهم لك يا رب الله اكبر كده طيب كده لازم نضغط عليها بايدينا كده يا جماعه عشان تتجانس مع بعضيها وتمسك مع بعضيها تتاقلم مع بعضيها كده اهو مين يا فندم يا عم محمد الو ايوه حماده ايوه ازيك يا حبيبي ايوه ايوه يا محمد ايوه انا بحبك قوي شيف صباح الخير يا حماده ايوه كل سنه وانت طيب بعود الايام يا حبيبي انا كنت بقول لك ان احنا عايزين بنتابع برنامجك وبنحنيك يعني وبنحبك قوي عندنا ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي ويخليك لينا يا حبيب قلبي تأمرني سعادتك شكرا ليك يا حبيب قلبي حماده اشكرك شكرا ليك يا ابني كده يا جماعه اهو في التسوية بقى بنحتاج نعمل الصح قوي نعمل ايه الصح قوي لان ممكن الجلد يقب عن الفراخ فده احنا مش محبوب لكن احنا هنشوف هنعمل دلوقتي دي كده خلصنا نعمل ايه نحطها في التلاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده كده استاذنكم بعد ما عملنا الحاجات الحلوه دي استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني اوضه المحطه اطرف الحته
حضراتكم تاني بعد الفاصل. عندي الفراخ دخلناها التلاجة، بس انا عايز اقليها دلوقتي حاجة واسعة اشوفها بس كده ريحت. كل ما اسيبها في التلاجة كل ما بتريح كل ما يكون مصلحة ليا. طيب عندي هنا سبانخ بكبدة الفراخ. ازاي بقى بنعمل السبانخ بطريقة جميلة مع كبدة الفراخ؟ ليها طريقة جميلة وحلوة قوي هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. عندي سبانخ وكبدة فراخ وبصل وتوم ومكعب مرق ودبس الرمان وسنبر محمر. بلاش يا جماعة انتوا بتجيبوش سنبر محمص، هاتوا لوز محمر، سوداني محمر، بلاش سنبر لانه هو غالي. يعني انا بنصحكم ما تجيبوش لانه غالي، لكن انا عندي بقى المخرج بتاعي بيقول لي الطبق بتاعي يطلع كما يعني بص زي الكتاب ما بيقول، غالي رخيص مالكش دعوه، مش هو بيدفع حاجه من جيبه، هو الانتاج اللي بيجيب. يلا انا مالي، بس انا بقول لكم ما تجيبوش، لان انا ما اجيبش بقى حبه كبده نص كيلو ب 10 جنيه واجيب له 50 جرام سنبر ب 30 جنيه. انا كنت فعلا يا جماعه مفكر ان السنيبر فعلا بالاسعار دي، لانه في مره رحت جبت 100 جرام سنيبر فادهولي ال 100 جرام ب 60 جنيه، حصل عندي ذعر ووهم ان انا الكيلو بقى ب 600 جنيه. فكلمت الحاج عبد الفتاح اللي هو ده يعتبر شيخ عطارين مصر، قال لي تعالى يا عمر ما عندي الكيلو ب 370 جنيه. مين قال لك ان هو الكيلو ب 600 جنيه؟ يا عم هغير بدل. قال لي ها؟ مش ب 600 يعني ابو 600 اللي رخيص؟ قال لي لا لا لا، قال لي كلام فارغ اللي انت بتسمعه دوت، وده واللي بيجي لي كمان فريش. يعني لقيت الاسعار برضو متضاربه، وفي ناس بتبيع اسعار كده. ربنا يعني يحفظنا يا رب من الجشع، وربنا يكفينا شر الطمع. فخوفني منه بصراحه، فقال لي لا ده رخيص. فقلت له طب هات لنا بقى العطاره بتاعت الايه؟ القناه كلها اللي احنا كنا متفقين عليها. مجابش ايه يا عم؟ كان عايز يقلعني هدومي. يا عم غير بدل، يقول لي ابدا. الو؟ طيب. ياسين. ست ياسمين. الو. ست ياسمين. الو. ايوه يا ست ياسمين. الو. الو؟ الو 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 الو، هنقضيها الو للصبح. ايوه ولا الو؟ الو. طب خليها ايوه. ايوه. طب الو الو. انا عايزه طريقه المشبك. المشبك؟ اه. صباح لانا على عيونك. يا صباح الفل والرضا. خلينا كده نستبح بالاستباحه الحلوه الجميله دي. يا عم احمد. الو ازيك يا شيف؟ صباح الخير يا حماده. ازيك يا شيف؟ نهارك ابد يا ابني. انا كنت عايز اعرف بس الهمبرجر وعجينه الطعميه. عجينه الطعميه والهمبرجر؟ اه. انت جايب الشامي على المغربي، على عيني يا حبيب قلبي، من امريكا لمبابه. انا احب كده الناس اللي بتحب تاكل كده كل حاجه، شرقي وغربي، هو ده الصح. الهمبرجر يا باشا عندنا حلين من الاثنين، مره ممكن نعمله بفول الصويا، وممكن نعمله على الطريقه الامريكويه. على الطريقه الامريكويه خلينا في فول الصويا احسن، عشان احنا شعبيين ونحب ايه ناكل ونحس بطعم الاكل بتاعنا الجميل. هنقول ايه بقى يا باشا؟ هنصلي على النبي الاول. بعد كده هجيب لحمه مفرومه ملبسه مش ملبسه مش هتفرق عندي، لان انا هدي لها فول صويا. بعد كده ادي حبه خل هنا بس الاول معايا عشان اعمل الكبده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تبيض عندي. بعد كده بجيب اللحمه المفرومه
اللحمة المفرومة، بحط عليها كوباية فول صويا، فول الصويا، بس بنقعه في مية سخنة الأول، بنقعه في مية سخنة الأول، بعد كده بعد ما نقعه في المية السخنة بفرم، بديلها كل، بدي كل اللي انا عايزه في التوابل زي ما انا عايز، اي توابل انا عايزها اديها لها، اي توابل انت عايزها اديها لها، ما تقلقيش. بفرم، اديها بصل، اديها كزبره خضراء، اديها كمون، اديها ليمون، اديها كل اللي انت عايزه. بعد كده بنطلع الخليط اللي احنا اللحمه المفرومه مع فول الصويا مع البصل مع كله، بعد ما بنفرمها بقصتها زي ما انا عايز وبشويها، او باخدها سوتيه، يشويها ايه، ياخدها سوتيه يعني، حبه زيت على النار صغيرين مش كتير في طاسه اللي هي ما بتلزقش، وبشويها على الطاسه دي، بنقول ان احنا ايه بناخدها سوتيه. عايز تشويها على الشوايه، عندك شوايه مبروك عليك، ودي اللي انا عامل على النار دي، الشوايه اللي انا بقلي فيها دي، ممكن زي ما انتم شايفين كده اشوي فيها كده. انا ما بامنش للفراخ دي كده ان هي استوت، انا مطلعها لسه ثلاث ارباع سوا، لازم ادخلها الفرن عندي عشان تطلع عندي مستويه، عشان تطلع عندي مستويه، لكن كده ما استوتش. نعم يا فندم. مين؟ شذا. الو، صباح الخير يا شذا. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اموريني سعادتك. انا كنت عايزه اسال حضرتك على عجينه الكريب. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر، يبقى كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ذره ملح، ذره سكر، ثلاث معالق زيت، بضربهم كلهم مع بعضيهم وابدا اقليها، احطها في على طاسه على النار، طاسه على النار بمسحها ماده دهنيه، واحط كبشه من الخليط اللي عندي، ما تزيدش عن نص سم، هتطلع معاك ان شاء الله زي الفل. كده هنا بقيه الفراخ بتاعتي اهي، زي ما اتفقت مع حضراتكم دي مش مستويه، هكمل سواها بقى. لا هتتحرق، لان انا عايزها يبقى طعمها جميل كده اهو. وادي الشوايه بتاعتي، اي شوايه بتستخدميها حضرتك حطيتها وهي سخنه هنقول لكم تعملوا ايه اهي، دي اللي انا كنت بقلي فيها او بشوي فيها زي ما انتم شايفينها كده اهي، بقت نظيفه زي الفل، على طول ميه سخنه، وتروحي نشفاها وتخزنيها، بقت معاكي زي الفل زي الفل كده، بقت نظيفه معايا زي ما انا عايز. دي ندخلها الفرن. نورهام. الو، صباح الخير عليكي. ازي حضرتك يا شيخ؟ في نعمه يا بنتي. عايزه اهني حضرتك على الجائزه اللي حضرتك خدتها، حضرتك تستاهلها. الله، ده انتوا اللي تستاهلوا كل حاجه حلوه في الدنيا، ربنا يخليك. والله يا بنتي عايزه ابعت اهداء لعبد الرحمن ابن خالي، النهارده عيد ميلاده، وبقول له كل سنه وانت طيب يا بودي. كل سنه وهو معاكم وانتوا طيبين وكده، مالين الدنيا علينا. وعايزه اهني برضو فيروز بنت خالي، واقول لها كل سنه وانت طيبه، عيد ميلادها 14/12. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي، دايما يتربوا كده مع بعض في العز وفي الخير. صباح الهنا على عيون حضرتك يا حبيبتي، اشكرك يا بنتي، وربنا يا بنتي دي من المحبه بينكم على طول. طيب كده هنا. نعم يا عم عمر. الو، صباح الخير يا عموره. صباح الخير يا شوشبين. ازيك يا عموره؟ الحمد لله. وامرني يا عمر. انا بحبك قوي يا شيف. ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. اتفضل سؤالك ايه يا حبيبي؟ لا مش متصل بيك عشان اسلم عليك بس. صباح الفل على عيونك يا ابني، صباح الفل على عيونك يا ابني. طيب كده هنا، ادي الكبده. فين يا ابني الشبكة اللي بناخد منها الحاجة بتاعتنا؟ يا جماعة هاتوا لنا الشبكة كده وما تحزبوناش على الصبح.
يا ست الحاجه صباح الانا على عيونك. صباح النور عليك يا شيف، كل سنه طيب. بعودة الايام وكل سنه طيب بمناسبه عيد مولد النبي. الله يخليك، كل سنه طيب. وهذا اللي انا فرحانه في الحصان والعروسه كان ايام زمان ده. فاكره؟ العروسه والحصان لازم معروف هذه. لا دلوقتي بيعملوا بلاستيك يا ست الكل، بيعملوا ديجيتال وحاجات كده ما احبهاش. احنا عايزين الحاجات الشعبيه اللي احنا اتربينا عليها. الشعبيه بتاعتنا تربينا ده، يجيب العروسه والحصان للبنات، العروسه والاولاد ياخدوا الحصان. وبرضه لما تكون عروسه مخطوبه كده لازم اخش عليها بايه؟ بالعروسه. بالعروسه كده بتبقى ليها فرحه كده وجميله. هي الحاجات بتاع زمان دي. بص يا حاجه، الله يهنيكم الله يهنيكم. من نسي قديم وتاه، لازم نفتكر القديم اللي احنا اتربينا عليه. الله يطول عمرك، انت الصح والله. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الحاجه. تسلم يا شيخ. صبحي لي على عم سيف وعلى عبد الله. الله يسامحني، انا جاي قريب يا شيخ. امتى بقى؟ اقول لك تاريخ كام؟ ما اقولكش بقى كام، بقول لك امتى، بقول لك يعني عد على صوابعك كده. يبقى هقابلك هناك بقى ان شاء الله، لان انا كده كده رايح هناك برضه. جيب لي الحصان والعروسه. انا رايح كده كده قريب. والله على عيني لازم اشوفك. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. كده هنا اللهم صل على النبي. برضو ست مصيف جت المره اللي فاتت هنا وضحكت عليا وقالت لي هجيلك ومش عارف. احنا يعني احنا ناس بلدي، بناكل على طبليه يعني كده، مش ناس الفرنك. وهي قالت لي انا برضو بحب الناس الشعبيه اللي زي حضرتك، فحاجه اكل عندك كده وعلى الطبليه ونقعد مع بعض. بس زحلقتني، فهروح اشتري لها بقى كرسي، اربع كراسي وترابيزه، عشان يمكن خايفه تقعد على الارض عندنا على الطبليه. بس انا عارف ام سيف هي ست جدعه ومحترمه وبنت بلد. يا انا انت يا حاجه مصيف بقى على الصبح. صباح الهنا. كده بقى نعمل ايه يا شباب؟ ادي حبه زيت. صلي على حضرة النبي، صلي على حضرة النبي. كده ادي بصل مفروم. حاضر، نطلعك فاصل يا جميل. انت هتطلع فاصل وهتطلع القهوة. طيب ماشي، ابص على الاسكولوبا بقى كده الاول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. خد فاصلك انت يا باشا، انا اخد فاصل وارجع لكم تاني عشان المخرج هيطلع ياخد حجرين عشان فاصل وارجع لكم تاني واغير المحطة ولا اضرب واحد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وكده حطينا الفراخ بتاعتي، البانيه، بس عايزين نكسر اللون بتاعها عشان تطلع شكلها عاطفي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا السبانخ بتاعتي سوتيه، خدنا السبانخ سوتيه، ولسه هنكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده كده روقناها كده زي ما حضراتكم كده شايفين. ونيجي هنا بقى نروح جايبين حبه زيت زيتون، نطلع بره دي كده ونجيب حبه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي سام جارليك او سن التوم، اهو ادي السنيبر، اشكر الله وصلى على النبي. نعم يا فندم. ست زينب،
السلام عليكم. ست زينب صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يصبحك بكل خير يا شيخ شربين. يا صباح الهنا على المنوفيه واهل المنوفيه. الله، لا انا من شبرا الخيمه. نعم اليوبيه. صباح الفل على اليوبيه. الله يبارك لك. مورين سعادتك. الامر لله وحده يا احسن واحد في الدنيا كلها. الله يكبر بخاطرك ويخليك لينا يا ست الكل، كلامك بنقط شهر. يا رب يخليك. انا عايزه، كنت عايزه اكلمك على التليفون بتاعك. حاضر يا فندم، سيبي رقمي. على عيني يا فندم خدام سعادتك، اشكرك كده. هنا بصوا بقى الجمال ده يا عم اسلام. ماشي. الو عم اسلام، سلام عليكم. عليكم السلام. أمورني يا عم اسلام. منور الدنيا، احلى شيف في الدنيا كلها. انت اللي منورنا يا عمي. عامل يا شيف كويسان؟ طيب بعد الايام يا حبيب قلبي، اتفضل. عايز ابص على صينيه البطاطس بالبشاميل. نعم، صينيه البطاطس بالبشاميل. صينيه بطاطس ايه يا فندم؟ البشاميل. على عيني يا فندم، تحت امر سعادتك. هات يا هدى البطاطس اللي عملناها اخر مره بالبشاميل يا هدى. اشكرك يا سعاده الباشا. كده هنا الشغل ده شغل على فرانك يا جماعه. حبه السبانخ دول اهم، رف التحية علي مرزاق. اوف الله اكبر. لا انا ما بنبرش يا ابني، انا ما بنبرش، انا نبر ذكر عشان كده بحتفظ بيه كده. بصوا بقى دي سوري كده. حبيبي يا سيدنا محمد، انت عايز تشتغل طباخ ولا ايه حكايتك معايا؟ مركز معايا ليه؟ عايز اعرف ودنك مسلسقه معايا ليه؟ طب ادي، طب ماشي هضلك بعد كده. ايه لك بقى طالما العمليه فيها ايه كده كده يعني؟ يبقى ماشي خليها كده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ست ام محمد. ايوه ام محمد. ازيك يا حاجه؟ الله يخليك، الله يبارك فيك. واموريني سعادتك. من اسوان. احسن ناس، الله اكبر. الف مبروك، الف مبروك على الجائزه. الله يبارك، ده بنفسكم معايا يا ست الحاجه. نهارك ابيض ان شاء الله. الله يخليك، الله يبارك فيك. سؤال حضرتك يا ست الحاجه. نهارك فل ان شاء الله. نهارك زي القشطه والله يا حاجه، ربنا يكبر بخاطرك. انا مش عايز ابارك ليك، انا مش عاوز حاجه. صباح الهنا على الحبه السمراء، الناس الجمال الحلوين اللي بيشرفونا. يعني اسوان دي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني بقول لك اللي يروح مصر وما يروحش اسوان يبقى ما كان لا كان اي شيء. وانا يعني طول عمري احلم ان اروح اسوان لاني ما رحتهاش قبل كده، لكن هروح لها ان شاء الله. ان شاء الله اكيد قبل ما اموت هروح اسوان. انت مين يا ابني بتكلم معايا ده؟ انت بتشتغل يا ابني؟ هو كله باش مهندس يجي ينزل كل حاجه بقى لها صوت يا اخي. وانت عشان مهندس الصوت هتشتريني؟ انا مش سامعك على فكره. لا انا سامعك بس بطنش. الباش مهندس محمد فهم عمال يلغيني وعمال يعكسني، وانا مش عايز اعكس حد على الصبح لان نفسي اكل كبده. اكل لك حته طيب؟
نصيحة مني ما تاكلش منها. لا تاخد على كده. طيب حنين يا ست حنين. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تأمرين سعادتك؟ انا عايزة بس طريقة المبكبكة. نعم يا فندم؟ طريقة المبكبكة اللي بيا. اه. على عيني يا فندم، على عيني على عيني على عيني. بشكر حضرتك على اتصالك. المبكبكة على الطريقة اللي بيا يا جماعة، عايز بقوليات، حمص مسلوق او عدس مسلوق او فاصوليا ومكرونة مقصوصة وكزبرة خضراء، طماطم، شطة، لو في لحمة ماشي، مفيش لحمة انتوا حرين. بحط الاول بعصك جايني، بعصك طبيخ او بعمل حاجة، احط بصل على النار مع توم قبل ما تصفر، بنزل عليها بالطماطم، بنزل عليها بالبقوليات، اديها الشربات الشوربة بتاعتها، بتغلي بنزل عليها بالمكرونة نية وبقلبها، مكرونة نية مش مسلوقة ولا متحمرة، وبقلب عليها وبقلب، هي كلها بتتجانس مع بعضها، بتبقى أكلة جميلة جدا وبتبقى سبايسي حلو أو كده، ودايما أخواتنا الليبيين بيحبوها لأن هي أصلا ليبية. بشكرك على اتصال حضرتك. يا عم علي. يا شيف شربيني. صباح الفل على عم علي. عم علي. ايوه اهلا شيف شربيني، ازيك؟ صباح الهنا على عيونك يا عم علي. اهلا بيك، احنا سعداء بيك. يا انا شرف ليا نسمع صوت حضرتك النهارده. حياتك، احنا عايزين نعرف الكبده الفراخ بحيث ما يكونش لها ريحه. ميه بتغلى على النار، فيها ورق لور وحبهان وخل وبصلايه وفص ثوم، بتغلي، بنزل عليها بالكبده، باخدها بلانشيه كده، هتديني حاجتين. الحاجة الأولى هتشيل الريحة بتاعتها منها، والتانية هتبيض لي الكبدة. تنبوري، ايه هو التنبوري؟ هنقول دلوقتي على التنبوري. عندي التنبوري، نشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بيقولوا على العجينة اسمها باتر فراي، في ناس عليها بيقولوا عليها تنبوري، في ناس بيقولوا عليها عجين خمرة، انا اللي انتوا عايزين تقولوا، لكن هنبسط الامور لحضراتكم. عندي جمبري كبير وبيض ودقيق وبيكنج باودر ولبن، ثوم مفروم، ليمون، كمون، جزر، كوسة، فلفل الوان، ملح وفلفل، زيت، خلة، خشب. كده عندي ادي البيكنج باودر، ادي ممكن باللبن بالمية مش مشكلة، ادي لبن، ادي اتنين بيضة، كده مضربهم مع بعض، نعم يا باني بغير ملكك، دي على الطريقة الآسيوية اهو. بس هو المفروض انه يخمر لمدة ساعة في مكان دافي، لكن تحسبا للبرنامج بتاعنا يعني احنا ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا على ما نقطع ونرطب قدام ونشوف الدنيا فيها ايه، هيطلع معانا في مكان دافي كده اهو. قوم بقى ايه يا سيدي المحترم، اي فوطة نظيفة زي دي اهي في مكان دافي هنا اهو، ونبدأ نشيل الحاجات دي من هنا عشان نشتغل مع حضراتكم دلوقتي اهو. ادي الخضار بتاعي، انا ممكن نروح عاملين كده اهو، نعم. طب يلا عامل دماغه تعالى، اخد فاس وارجع لكم تاني، هو الورق المحطة ورا تروح في حته.
رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، وادي الجمبري بتاعي بعد ما شيشته كده هتبله بايه؟ هقول لكم ادي هنا توم ليمون، هو مكتوب فيه كمون بس انا معلش مع احترامي لسعادتكم ما بدلش ان انا احط في الاكل الغربي دايما كمون، او الفور ايست ما احطش فيه كمون لان مش بحبوه. في حاجات في اوروبا او في الغرب ما بيحبوش، او في اوروبا ما بحطوش دايما الكمون كتير كده. هنا شويه زعتر اهم وملح وفلفل، وحطيت ليمون، حطيت الملح، شويه فلفل كده اهو عشان اتبل معانا الجمبري. اتبل كل اللي معايا خضار وجمبري، عندي فرايد اونين برضو، احنا بنحب ناكل بصل محمر. مين يا فندم؟ يا مايكل. صباح خير يا حبيبي. صباح النور. صباح الفل يا خواجه. ايه رايك في الاكله الجميله ديت الصيام دي؟ ماشي. وامرني يا حبيبي. انا عايز اسال عن المكرونه البشاميل. حاضر يا حبيب قلبي. حاجه احنا مش صايمين ولا ايه القصه؟ قول لي طيب لا تكون فاطر. لا عشان اعملها في العيد. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي، واجعله عيد سعيد علينا كلنا وعليك وحبيبي. صباح الفل على عيونك. اصل اللي معلش اللي قال لي كده قول له كده رمون بغزني وخليني ايه نخشك. قال لي قول له قول له قول له لا قول له اثبت بقى هو فاطر ولا ايه. قلت له لا ده هو مش زيك يا ام ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. فرحانه جدا انا بكلم حضرتك وبارك لك جدا على الجائزه وانت تحققها طبعا. الله يبارك في سعادتك يا فندم. ربنا يخليك. اتفضلي اموريني. وانا بس عايزه ابعت اهداء لحماتي لاني بحبها جدا. ربنا يخليها لك، ده كده تعمل لها تعظيم سلام طالما بتحبي حماتك. اكيد ست محترمه. طبعا انا بموت فيها. ربنا يخليكي ليها يا بنتي. ماما نعمه فرحات. بقول لها بحبك جدا وربنا يخليكي ليا. وطبعا ببعت اهداء لمامتي وبقول لها ربنا يخليكوا ليا انتوا الاثنين. وبشكر حضرتك جدا على اكلك الجميل وعلى برنامجك الجميل. صباح الهنا على عيون حضرتك يا بنتي، وربنا يكبر بخاطرك ويخلي لك حماتك ويخليكي ليها. انت انسانه محترمه طالما بتحب حماتك، اكيد هي تستاهل المحبه دي. واكيد على ابنها مخليكي مش عايزه حاجه وراضيكي وبسطك عشان انت كده بتحب حماتك. ومش بنبر عليك ولا حاجه، ربنا يديم المحبه يا بنتي. كده ادي حبه هنا ايه كده تبلنا كل الخضروات الجميله دي. اللهم صل وسلم وبارك على اعمل قرنش ليها اهو كده اهو ماشي كده يا عمي ماشي. اشيل بقى كل حاجه من هنا عشان كده انا لوشت المكان بهوى مني. مين يا فندم؟ يا عم سيد. صباح الخير يا شيخ. صباح الخير يا عم سيد. كل سنه وحضرتك طيب. بعود اليوم يا عم سيد. انت بصحه وسلامه وربنا دايما كده في سعاده ويخليك في الزياره على طول. ربنا يخليك يا عم سيد. امرني يا عمي. توحشنا اكلاتك الجميله الحلوه دي. الله يكبر بخاطرك يا عمي. بس انا زعلان منك يا شيخ. صالحك على الهوا. ايوه يا ريت والله. انا طلبت من حضرتك من كام يوم كده على موضوع الكشك وانت ما جاوبتنيش. وبعدين لا انا قلت لك الكشك بتاكل بكذا نوع، لكن هقول لك عليه اوعى تزعل نفسك. اديني فرصه الاول. اتفضل. الكول سنتر عند حضرتك لما طلبتك تاني قالت لي انت خدت فرصتك وده مش كويس. انا اسف جدا معتذر لك، وكل فريق العمل بيعتذر لحضرتك. الموضوع ده عندي انا اسف جدا، لكن احنا ما نقدرش نقول لاي حد يتكلم زي ما عايز. التليفون ده بتاعك انت بتدفع فلوس، فاتكلم زي ما انت عايز. مفيش حاجه اسمها اديك فرصتك واديني فرصتي. لا احنا اسفين جدا، الموضوع ده عندنا ومش هيتكرر تاني. انا اسف جدا يا عم سيد. وهنجاوبك دلوقتي على الكشك.
هنجاوب على الكشك دلوقتي. عندي الكشك ده اللي هو الصعيدي اللي قال لي عليه، لازم حضراتكم انقعوا في كوباية زبادي او لبن رايب، في زبادي او لبن رايب. بعد كده بكون عندي شوربة عزناها جديد بتاع الدكر بط، اي شوربة عندك كده. هنا حضراتكم ادي التنبوري اهو، هنشوف بقى كده هنشتغل ازاي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى نقعت انا في لبن رايب او في زبادي، لبن رايب او زبادي. بعد كده حضرتك بننزل على الشوربه، بننزل على الشوربه بتاعتي بمضرب بسرعه عشان خاطر ما يكلكعش مني. بعد ما انزل عليه تكون الشوربه عزمها شديد، بنزل عليه طبعا بالكشك، هيطلع معايا زي الفل ان شاء الله. بشكرك وانا اسف جدا، بعتذر لك، شكرا ليك. نصلي على النبي. ام روان سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا ست مروان. لو سمحتي، لو سمحتي يا شيف. نعم يا فندم. عايزة أعرف طريقة العيش الفينو والتوست. التوست والعيش الفينو؟ أيوه. على عيني يا فندم، أجيبه لك على الشاشة على عيني. حاضر، أشكرك. التوست والعيش الفينو لو سمحتي. يا ست هدى. ايوه يا شيخ. السلام عليكم يا ست هدى. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي امورين يا فندم. بحبك قوي. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك. امورين سعادتك. بحبك في الله يا حبيبي. لا اله الا الله. اتفضلي يا فندم امورين. بشكرك على كل حاجه حلوه يا شيخ. تحت امر سعادتك يا ست هدى، والله تأمريني سعادتك يا فندم. ربنا يكبر بخاطرك يا فندم ويخليك لينا يا فندم، بشكرك على اتصال حضرتك يا فندم. كده هنا. نعم يا فندم. حاضر يا فندم. ولا تزعل نفسك والله، اوعى تزعل نفسك. صلي على الحبيب، صلي على الحبيب. ده عند البيشتابلز، ده مهم جدا عشان يبقى الفينو على الشاشة قدام حضرتك. الفينو على الشاشة قدام حضرتك اهو كده. ونصلي على الحبيب. شفتوا بقى عامل ازاي يا جماعه؟ كريسبي كريسبي زي الفل.
ست نجوى سلام عليكم. عليك صدرك يا ايه. ازيك يا ست نجوى؟ الحمد لله. اموريني سعادتك. عايز اعرف البسيمه. عايز تعمل ايه؟ البسيمه. الفطيره؟ البسيمه. البسيمه هنشوف لك مقاديرها. حاضر على عيني يا فندم، تحت امر سعادتك. شكرا ليك يا فندم. شوف لها البسيمه لو سمحت يا ست هدى. اذكروا الله. اهم حاجه عندي حبه الفيجيتابلز دول، الخضار دي جميله جدا. عم علي. الو. السلام عليكم عم علي. عليكم السلام. وامرني يا عم علي. عايز طريقة البيتزا. من عيني يا عم علي، اشكرك يا عم علي. حاضر على عيني يا فندم. البيتزا على هجيبها لكم على الشاشه. حاضر بس على اخر الحلقه كده، انا مش هعمل حاجه تاني عشان كده كفايه قوي. لسه عندي سلطة. عندي شوربة بالسلطة. يلا. طب ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. أول غرب محطة. ولا تروح في أي حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وهنشوف هنعمل الفاصوليا مع الذره الصفراء ازاي. زي ما اتفقنا مع حضراتكم، احنا دايما بنحب نعمل ونغير في اكلنا ونعمل ايه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مقاديرنا، عندي صدور دجاج، فاصوليا بيضة، عندي بصل وذرة صفرة وكريمة لباني وملح وفلفل، مرق وزبدة. ممكن اديها فلفل قرن فلفل حراق لو عايز. كل ده في ايديا. يلا هنعمل ايه؟ كده ادي زبدة. البصل بطعمني الشوربة بتاعتي اهو. ده بصل كده. حبة كمون مهم جدا عشان وفصين توم اهم، عشان اللي انت قلت عليه. حبة اهم. مكعب مرق عشان ده عامل. انا خدت العظم بتاع الفراخ اللي انا خليتها حطيته مع الشوربة دلوقتي هنشوفه. وعندي صدر فرخه بشويه بسلقه كده. عندي معلقه دقيق هم اللي عندهم، مش خساره فيكم. يلا اهو يلا خلينا نشطب. يا ست منى سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شريف؟ ازي حضرتك يا ست منى؟ الحمد لله. حضرتك منور الدنيا والله. لا انت اللي منورانا باتصالك الجميل يا ست الكل. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك يا رب. والله يعني حضرتك يعني الواحد بيحبك لدرجه لا تتخيلها، لانك انت اساسا ظهورك جميل اصلا على الشاشه. ده بيكوا والله، من غيركوا ولا حاجه. ربنا يخليك. صدقيني من غيركوا ولا حاجه.
والله يعني هو سبحان الله الواحد اما ربنا بيحبه وبيحبب فيه. الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الف زاد الحمد. اتفضلي يا رب كل حاجه حلوه. سؤال حضرتك يا ست الكل ايه؟ معلش اشوف، كنت عايز اسالك بس على طريقه عمل الحمام والعاشوره. معلش انا تحت امرك، مفيش حاجه اسمها معلش، ده امر، ده امر، ده امر. ربنا يعزك. العاشوره طبعا اهم حاجه على حضرتك، كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليهم لك. العاشوره دي يا جماعه عملتها انا مره، كانت جميله جدا، وعندنا في كل مناسبه بنعملها، ويا ريت برضو ايه يا عم محمد نقدر نعمله في مولد النبي ان شاء الله. فته ولا رز بلبن؟ احنا عملنا رز بلبن قبل كده. لا والله عامله يا عمي. لا لا لا، انت كنت اجازه ولا ايه؟ تشوف بقى ما انت كنت بتبقى فين. طب الحمد لله، نبقى نيجي نصحيك من النوم يا باشا عشان نعمل لك العاشوره. قصدي رز بلبن. تتبلى عليا، حرام عليكم يا اخوانا، في ايه؟ ما تكونش اخوات طباخين كده. هنا ادي العظم اللي احنا عملناه. العاشوره حضرتك بجيب قمح بنقله يا ست ايه، بنقعه كتير على. اتفضلي يا ست ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست ايه. ازاي حضرتك يا شيخ؟ في نعمه يا بنتي، في نعمه والله يا بنتي. دايما يا رب. واموريني سعادتك. لو سمحت كنت عايزه اتعلم من حضرتك طريقه تشيكن وينجز. التشيكن وينج؟ اللي هي يا فندم؟ ايوه التشيكن وينج. هو صح السؤال ولا ايه؟ حاضر يا فندم. اجنحه الفراخ بنقلبها وبنحشيها، هي احنا هنعملها الاسبوع ده ان شاء الله، ركزوا معايا. هنعمل لكم حاضر على عيني الاثنين للتشيكن وينج اللي هي اجنحه الفراخ، على عيني على عيني على عيني. اشكرك يا بنت على اتصالك. كده هنا. طيب ست الكل، السؤال اللي قبل كده اللي كنت بتكلم فيه هو يا عم محمد عشان الزهايمر شغال عندي. العاشوره حاضر يا فندم، حاضر. عندي القمح بكون نقعه قبلها بيومين، بكون نقعه قبلها بيومين. بعد يا ابراهيم بعد كده هات لي لو سمحت فلفل ابيض جنبي عشان ما يسودليش الشغل عندي بعد كده، مش دلوقتي. يبقى بنقع عندي القمح، بعد كده بحطه على النار يتسلق مع شويه ميه او مع لبن، بس تكون مركزه معايا عشان ما يشطش مننا. بعد كده هو في ناس بتعمله بالشوفان، لكن انا عايزين نعمله بلدي بلدي كده حلو. بعد ما يغلي معاك ويستوي اضربه في الخلاط تكسيره بسيطه كده وهو في الميه بتاعته، بعدين احطه في اللبن اللي بيغلي مع الفانيليا مع السكر واقلبه، ادير شويه كريمه لباني، هيبقى معاك تقيل مش خفيف. انا عملته قبل كده. وعندي مكسرات بعد كده بحط شويه جواه، وبعد كده بحط شويه على الوش وهو طالع، بتبقى عاشوره جميله جدا. اما الحمام، انت عايزه حمام ايه بقى؟ مش عارف حضرتك عايزه اقول الحمام. شوف انت عايزه حمام ايه، مشوي ولا مقلي ولا محشي؟ هنقول الاثنين على عيني. حاضر. المشوي بفتح الحمامه من الظهر بتاعها، بفتح الحمامه من الظهر بتاعها وبحط التوابل بتاعتي اللي هي المارينيشن بتاعي، التتبيله بتاعتي اللي هي عباره عن ميه بصل، ميه طماطم، ملح وفلفل، زعتر، خل، شويه قرفه، شويه زعتر، زيت زيتون. دي التتبيله بتاعتي اللي انا بتبل بيها الحمام او الفراخ حشوي. اما المحشي بجيب بصلايه كبيره على النار كده، بكمل سوى الفراخ لان الفراخ عندي مش مستويه قوي اهي كده. الشوربه بتاعتي كده على النار اهي، تاخد بس خمس دقايق. يا ست رانيا سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست رانيا؟ الحمد لله. تأمريني يا فندم؟ أمريني يا رانيا.
ايوه يا شيف. امور يا بابا حضرتك على الجايزه اللي خدتها. الله يبارك في سعادتك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا بنتي. وحضرتك منور الشاشه. انت اللي منوره التليفون يا ست الكل يا ست العرايس، اتفضلي اموريني. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. بعوده الايام يا حبيبتي. ايه رايك في عروسه المولد؟ ايه رايك في عروسه المولد؟ لا جميله. والحصان؟ لا جميل برضه. طيب يا حبيبتي ربنا يجمل لك الدنيا في عيونك. اموريني يا ست الكل. ربنا يخليك يا شيخ، انا بس بسلم على حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا بنتي، وربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا، ما تحرمش من صوتك الجميل، ودايما كده شباب اسكندريه مسبقين بالخير. بشكرك على اتصال حضرتك. مارينا. ايوه يا شيخ شربيني. صباح الفل على مارينا من اسكندريه من القاهره. السلام عليك يا شيخ شربيني. ست مارينا ازيك؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ في نعمه والله يا ست مارينا. انا اول مره اكلم حضرتك. يا رب ما تكونش اخر مره. ان شاء الله. عايزه طريقه المشبك بعد اذنك. عايزه طريقه المشبك؟ اه. على عيني يا ست الكل، على عيني على عيني على عيني. اشكرك على اتصال حضرتك. كده عايز بس الشوربه تاخد غلوه واحده، وبعد كده على طول ان شاء الله نغرفها. لازم تاخد غلوه لان كل حاجه عندي هنا اهي بدات تغلي اهي ما شاء الله. طيب كده كله زي الفل ان شاء الله. طيب انت بتنصب عليا 10 دقايق وتقول لي 3 دقايق. طب انت عندك 6 دقايق وبتضحك عليا. بتشتغلني انت على فكره، بتشتغلني حلو قوي وانا بصدقك. حاضر، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم. انت عشان انا غلبان يا ست ندى. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عم؟ صباح الهنا على عيونك يا ست ندى. انا بحب اكلاتك جدا يا شيخ. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي، اتفضلي تأمريني. انا عندي جبد وقوانص عايز اعملها بطريقه حلوه. عندك ايه؟ جبد وقوانص عايز اعملها بطريقه حلوه. طب انت شفت السبانخ اللي عاملها دي؟ اه جميله. ايه رايك؟ جميله. بس هقول لك ازاي نسلق الكبد والقوانص دلوقتي عشان نعملها صح. عندي ميه بتغلي على النار، ميه بتغلي على النار فيها ملح وخل وكمون. بعد كده بسقط فيها الاول القوانص واسيبها لمده 10 دقايق، وبعد كده اسقط بعد العشر دقايق الكبده لان دي بتستوي قبل دي. بعد ما اسقط الكبده برضو استنى 3 دقايق وبعدين اغسلهم كويس جدا. بعد ما اغسلهم كويس جدا باخدها سوتيه بفص توم وبشويه زيت زيتون، اعملها بقى مكسرات خلطه، اعملها بدبس الرمان، اعملها بصوص التوم زي ما انت عايزه، ما حدش ليه حاجه عندك. هتطلع معاك ان شاء الله ان شاء الله زي الفل زي الفل زي الفل. بشكرك على اتصال حضرتك. كده صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. انا خلصت ما تتلككش. طيب كده هنا ادي شويه كريمه لباني، بعد كده اقوم ايه اروح مطلع حبه الفراخ الجميله دي. ادي الباقي اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
كده الشوربه بتاعتي. حبة زعتر فريش كده. راجل مستعجل. عايز اشكركم على حسن متابعتكم. نشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.